مرحبا بكم حبيباتي في قناة عالم هبة. لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي نتمنى تعمل لي اشتراك، وثاني ما تنسوش تضغطوا لي على زر الجرس لكي يصلكم الجديد، وطبعا لايكاتكم وتعليقاتكم تساعدني بزاف بزاف وتفرحني. ومرحبا وسهلا بكل من انضم الى قناتي. اليوم جبت لكم مقشر رائع للجسم والبشرة، خصوصا للمقبلات على الزواج. يبيض، ينعم الجسم وينعم البشرة، يعطيك ملمس رائع، ملمس رطب. تصبح البشرة نتاعك كما بشرة البيبي، خصوصا العرائس المقبلات على الزواج. لو كان يداوموا على هذا المقشر مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع من اليوم إلى أن إلى قروب عرس العرس تاعكم، راح تلاحظوا نتيجة رائعة ويعطيكم رطوبة رائعة للجسم، لأنه مكوناته صحية وفعالة للجسم وحتى للشعر. مكونات المقشر هي أرز مطحون، تقدري تاخذي حب في الدار تديريه في المهرس في الهاون وتطحنيه بنفسك في البيت، أو تشتريه مطحون من عند العطار. المهم رز عادي وأي نوع رز عندك في البيت. وعندنا كذلك زيت جوز الهند، زيت جوز الهند فقط، هذا ما كان ناخذه 3 ملاعق صغيرة من الأرز المطحون هكذا. أنا نعمل لكم الماسك يعني الطريقة، وأنتم ضعفوا الكمية. نزيدوا لها كذلك هكذا 3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند. أنا مازلها جامدة عندنا، لأنه في الصيف شوية الجو بارد شوي، كان يامات هذو كانت مطر وسحب. خلطي مليح هذا المكونات هذو باش يولي لك مقشر ان شاء الله. هكذا هذا المقشر خصوصا كما قلت لكم للعرائس المقبلات على الزواج، يعطيكم رطوبه للجسم ونعومه. استعملوه مثلا على الجسم مرتين في الاسبوع وعلى البشره مره واحده في الاسبوع. تاخذي مثلا هكذا كي تدخلي للحمام للدوش بعد البخار، هكذا تستعملي المقشر هذا بعد التعرض للبخار. مثلا هكذا تحطي على البشرة نتاعك هكذا على وجهك هكذا، مع تحطي تبدأي تستعملي التقشير هكذا فرك دائري بالعقل. في الأول تبدأي تفركي فيه هكذا بسرعة، شوفوا هو يذوب هكذا هكذا على الوجه. تبعتي على دائرة العينين، تحطي في الرقبة، في الجسم كامل. تقدري تستعمليه على البشرة وحدها ثاني فقط كما تحبي، هذا للجسم والبشرة واليدين. تسربي في الأول هكذا في التقشير مليح هكذا، ومن بعد تبدأي تبسي مساج بالعقل بشوية، تنقصي في السرعة، تخليه لمدة 5 دقائق، ومن بعد تدوشي بماء يعني بالماء الفاتر، ومن بعد تعاودي تغسلي بماء بارد لأنه البارد يغلق لك المسام. دومي على المقشر هذا مرة في الأسبوع أو مرتين، رائع جدا ويعطيكم نتيجة فورية سريعة. ومع المداومة راح تلاحظي أنه مذهل للجسم والبشرة. نتمنى تجربوه وتردوا لي الخبر. نتمنى يكون عجبكم وتداوموا عليه وتجربوه، وإن شاء الله تلقوا نتيجة رائعة. شكرا حبيباتي على الدعم، شكرا على الثقة، شكرا على المتابعة، شكرا على الانضمام إلى قناتي، وإن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم خصوصا العرائس المقبلات على الزواج. وإلى اللقاء، صحة فطوركم.